احنا كنا يعني كهربنا شوية في الفيديو اللي فات دوت. طيب طبعا السيشن ده بيندرج تحت حاجة مهمة جدا اسمها اي اس بي دوت نت سيشن ستيت. مش معناها سيشن ستيت يعني بتاعت السيشن، لا، ده بتاعت حاجات تانية كتير، حاجات تانية كتير جدا جدا موجودة في الاي اس بي دوت نت، تقدر تشيل تعمل عمليات قريبة من السيشن ببعض الاختلافات، زي مثلا حاجة اسمها مشهورة جدا اسمها كوكي. خلاص كوكي دي برضو سيشن ستيت. في عندنا كان حاجة قديمة اسمها فيو ستيت، بس خلاص اتلغت في الام في سي، مفيش حاجة اسمها فيو ستيت. في كذا حاجة تانية كتير بقى، بس المهم انا عايز اقول ان في مجموعة كبيرة جدا من العناصر مهمتها مانجمنت ستيت، يعني ادارة الحالة، ادارة حالة البيانات. السيشن نوع من اهم الانواع، لانه بيتنقل على اكتر من صفحة، وبيعمل لكل يوزر حاجة خاصة بيه، وبيقدر يتنقل معاه في الموقع، مفيش عندنا مشكلة، وبيقعد مستمر الفترة. يعني لو قعد فترة طويلة اليوزر ما بيتفعلش، هيبدأ يسقط الايه السيشن خالص، ويضيع كل البيانات اللي فيه. يعني تخيل انت عملت تعبي مثلا كتب في شوبين كارت، وقعدت مثلا ربع ساعة ولا تلت ساعة ما بتعملش اي حاجة خالص، طبعا ده هيبقى معناه ان انت خلاص اصلا قفلته او خلعت. لا، تلت ساعة الديفولت، الا لو انت حبيت تغير. خلاص الديفولت بتاعه هتلاقي السيشن لو عملت كده مثلا اسمها كارت، اقدر اقول له دوت فيش معبرنيش، ماشي، في اتش تي تي بي سيشن ستيت، وهنعمل بقى منه اوبجكت، وبعد كده نعمل هنلف لفه طويله. المهم يعني مو اقدر احدد له اللي هي الاكسباير تايم، يعني هو بيكسباير بعد تلت ساعه باي ديفولت يعني. خلاص تمام، هو اصلا مبني على اتش تي بي سيشن ستيت بيز، صح؟ او ده مكتوب، فنعمل منه اوبجكت بقى ونقدر نغير فيه الخاص بتاعته، نجربها في مره. لكن دلوقتي اللي احنا عايزين نتكلم عليه، طبعا احنا خلاص ما بقاش مسؤولين عن اداره الحاله بقى والوقت وكده، خلاص السيشن هيتولى الموضوع. لكن في حاجه بس كنت حابب انوه عنها، لاحظ ان احنا هنا عملنا حاجه اسمها اي اس بي ان، وعملنا حاجه اسمها ريتيرن يو ار ال. اي اس بي ان وريتيرن يو ار ال، في الحقيقه هتحصل معانا مشكله. اد تو كارت دي اصلا هتتجوز ازاي مع الفورم اللي احنا عملناها؟ هنرجع كده للفورم اللي احنا عملناه في البوك سامري، هتتجوز من خلال كارت فعرف الكنترولر، صح؟ اد تو كارت عرف مين؟ عرف الاكشن ميثود. راحت فين اد تو كارت؟ فين هو؟ اهو كارت كنترول، اسف احنا وقفنا على الكارت اللي هو، لا احنا بنتكلم على الكنترولر. واد تو كارت عرف مين؟ الاكشن ميثود، صح؟ يبقى من الاثنين دول عرف الاكشن ميثود وعرف الايه الكارت كنترولر. السؤال بقى اللي بعد كده، الهيدن هنا عرف مين؟ الاي اس بي ان، صح؟ لازم يكون في الكارت كنترولر هنا برده يكون اسمه ايه؟ اي اس بي ان، والا مش هنعرف نعمل ماتشنج، مش هيعرف يسلم ده لده. خد بالكم من الحته دي، عشان الحته دي يعني انت، انا مش حر قوي في كتابه البارامتر اسمه براحتك، زي ما كتبته هناك زي ما كتبته هنا، ان هو بيحاول ان هو بيعمله عمليه اسمها اسوشيت، يعني ربط مباشر. الربط المباشر دوت ما بين انت بعت اسم الكارت الكنترولر واسم الاكشن، فهو متوقع ان اسم البارامتر نفس اسم الايه؟ نفس اسم العناصر الموجوده في الفورم، ولا مش هيعرف يعمل ماتشنج وما يعرفش يجوزهم مع بعض، ممكن بقى تحصل مشاكل بسبب الكلام ده. يعني ناخد بالنا من دي، ناخد بالنا من دي، حتى انا يعني حتى شاكك في الكابيتال والسمول، ماشي. وهنا طبعا سميناها ريتيرن يو ار ال، واحنا مسمينها فعلا ريتيرن يو ار ال بدون ايه؟ بدون اي مشكله. طيب هنبدا دلوقتي نعمل ديسبلاينج للكونتنت بتاعت الكارت، عايزين نعرض المحتويات بتاعت الايه؟ الكارت دي. اد تو كارت وريموف كارت ميثود، الاثنين بيعملوا لي ايه؟ ريدايركت تو اكشن، ريدايركت تو اكشن ميثود، ماشي، عشان يقدر يبعتني على صفحه جديده. يقدر يبعتني على مين؟ على صفحه جديده. وكنا شلنا منها حته، انا برضو معيش باكد شويه معلومات، شلنا منها حته الاندكس، وقلنا خلينا دلوقتي لما نشوف هنعمل ايه في الاندكس دي، وايه الغرض بتاع الاندكس. خلاص عشان اوضحها لكم، انت خلاص انت بتبعت الريتيرن يو ار ال، بس احنا
هنبعتها لمين هنشوف. بس فانا شلتها على جنب مؤقتا لغايه لما ارجع لها تاني، لسه ما خلصناش. طيب نروح على عايزين نعرض العرض، هيبقى موجود بيزد على موديل في المودلز. ماشي ماشي سوري مش نظر بقى راح، فقلت كده على المودلز كليك يمين، قلت له عايز اد ايه كلاس، قال لي هتسمي الكلاس ده ايه، قلت له احنا عايزين نسميه كارت اندكس فيو موديل. عايز اعمل بقى للكارت شاشتها، خلاص سميتها كارت اندكس فيو موديل. ماشي دي اللي هتتعرض فيها شكل الكارت شوبينج كارت. قلت له ادو ماشي ضف، ادي كلاس اسمه كارت اندكس فيو موديل وده لسه فاضي. قلت له بص يا باشا هو يبقى عباره عن ايه الشكل، هيبقى مكون من ايه؟ قلت له اولا هيبقى بابليك كارت تايب كارت، وعباره عن كارت اندكس فيو، او عباره عن كارت عرضوا له عليه. ماشي هقول لك دي معناها ايه ودي معناها ايه. كارت دي النوع اللي هيرجع، طبعا مش عارف يجيبه عشان هيستدعيه، بس من ايه؟ من دومين دوت انتيتيز، وانا سميتها كارت برضو كابيتال برضو ست وجت، بدون بقى بكل تفاصيلها وبكل عكاها وكل اللي فيها. وانا متوقع الكارت كانت مكرمه مني اصلا من الكارت لاين، من لسته من الكارت لاين. طب الكارت لاين كان عباره عن ايه؟ بوكس و البوك والكوانتيتي، والكارت عباره عن لسته من عباره مجموعه بوكس على مجموعه كوانتيتيز. حد جاي زعلان؟ خلاص. طب العرض هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الكارت اللي انت شفتها الجميله دي، خلاص الكارت اللي شايفها الجميله دي، بلس اليو ار ال اللي هتريدايركت لي، بلس الايه الزرار اللي هيرجعك لنفس المكان اللي انت كنت ايه اللي انت كنت فيه. فاقول له اه يبقى زائد بابليك كمان سترينج ريتيرن يو ار ال، وبرده هنسيت ون ايه ده الكارت اندكس فيو موديل، هيبقى مكون من دول مفيش حاجه ثانيه. لو تفتكروا الرسم احنا رسمناها في الاول كانت هي كده فعلا، عباره عن عن مجموعه من البوكس خلاص والزراير الموجوده خلاص، مفيش اي ايه اي حاجه ثانيه. طيب كلام جميل. احنا كان عندنا دلوقتي بما اننا بنتكلم على ريتيرن يو ار ال دي، لو رجعنا للكارت كنترولر كان في ميثود احنا سيبناها كان اسمها اكشن، كان اسمها اندكس، كان اسمها ايه؟ اندكس. والاندكس دي هي المفترض انا هستغلها دلوقتي في ان هي تكون اللي بتعرض خلاص، او هي اللي هتكون بتسلم الفيو، اللي هتكون بتسلم مين؟ بتسلم الفيو بتاعي، يعني هي اللي بتريترن لي الفيو، هي اللي بتبدا تعرض لي خلاص. وعشان تشتغل اجباري عليا، عشان تشتغل لازم تبعت لي الايه الريتيرن يو ار ال، لازم ابعت لها الريتيرن يو ار ال عشان تعرف تشتغل، لازم ابعت لها الريتيرن يو ار ال عشان تعرف ايه عشان تعرف تشتغل، والا هيبقى في زرار اللي هو بتاع الكونتينيو دوت مش عارف ايه مش هيشتغل اللي هو ده. راح فين قفلنا الصوره؟ صح اللي هو ده الزرار بتاع الكونتينيو ايه شيبنج ده، هنعمل فيه ايه؟ محتاج يعرف يرجع تاني ازاي، محتاج يعرف يرجع تاني اذا تشيك اوت خلاص هو كده كده رايح طريق اسكندريه الصحراء، ده مش وقتنا دلوقتي مش موضوعنا، لكن لازم دي تتم عشان يقدر هو يشتغل. كلام جميل. قلت له ماشي، يبقى احنا كده واحنا بن اد تو كارت ابعت للاندكس وبعت لها اليو ار ال عشان تعرف تشتغل. يبقى كده احنا بنتكلم مين دلوقتي؟ كان الاندكس ميثود اللي تحت ليها مختصه بالايه؟ بالعرض، اللي هي مختصه بالايه؟ بالعرض. ونفس الكلام وانا بعمل ايه؟
وانا بعمل ريموف فروم كارت صح ولا لا، هبعت برده على اندكس وابعت له برده اليو ار ال المفروض يعرف يكمل ايه ويرجع عليه، يعرف يرجع ويكمل ايه ويكمل عليه. مفهومه كده؟ حدش بيرد يبقى مفهوم. تعالى بقى نبرمج الاندكس بقى ذات نفسيه اللي هي كده كده خلاص عرفنا ان هي بتستقبل الريترن يو ار ال، وان هي المفترض ان هي خاصه بعرض الفيو. هي بتريترن فيو بس مش بتريترن فيو كده، ده لازم يتعمل عليه شويه شغل. الفيو ده عشان يعرف يشتغل لازم يستلم الكارت اندكس فيو موديل اللي هو مكون من الكارت كامله مع اليو ار ال اللي هو ايه؟ مع اليو ار ال اللي هو هيقدر يرجع له. فقلت له فيو ريترن فيو، قال لي ايوه، قلت له بس وسع كده جوه الفيو عشان احدف لك هسقط لك حاجات من الشباك. خلاص ايه هو يا عم الفيو اللي هتسقطه في الشباك؟ قلت له بتساوي عايزك تبعت لي نيو كارت اندكس فيو موديل، بس طبعا عشان الاسم بس تايه النيم سبيس يوزنج هو موديل عشان كناش اشترينا موديل. قال لي ايوه، قلت له ابعت لك حاجتين، هو محتاج مني حاجتين عشان يشتغل صح؟ ها اهو يا شباب اهو محتاج مني حاجتين اللي هي كارت وريترن يو ار ال عشان تشتغل صح؟ فانا بعت له قلت له نيو، وانا شغال على نيو الحلوه دي، واقوم بصيله على طول الايه؟ الكارت بتاعته اللي هو عايزها بتساوي قال الدين. قلت له جيت كارت، واحنا عارفين جيت كارت بتعمل ايه؟ هي بتشوف السيشن وتظبط نفسها من السيشن وتجيب لك المهم الكارت. خلاص ماليش دعوه دلوقتي، خلاص دي واحده، والثانيه ريتيرن ريتيرن يو ار ال. قلت له ايوه ريتيرن هو مبعوت هناك اهو. مبعوت ولا مش مبعوت؟ حدش بيقول ليه مبعوت هناك اهو. يبقى انا كده ايه؟ اه صحيح ناديت على الفيو، الفيو اللي هو هيعرض الخاص بالعرض، بس انا بناديله بعت له بعت له كارت اندكس فيو موديل. كارت اندكس فيو موديل اللي هي هتبقى بالنسبه لي شكل العرض، وهي مكونه من حاجتين عشان تعرف تشتغل، من الكارت ذات نفسها ومن اليو ار ال اللي هترجع له. فقلت له كارت جيت كارت من السيشن ظبط نفسك، وريتيرن يو ار ال ادي الايه؟ ادي اليو ار ال اللي انت المفترض انك انت ايه؟ ان انت ترجع له. كده خلاص تمام؟ تمام يعني. كده احنا المفترض خلصنا الكودينج وعايزين نظبط بقى الفيو اللي هيقوم على المنظر اللي هو هيقوم على الكارت اندكس فيو موديل. هو مكون من حاجتين، اليو ار ال اللي هيرجع والكارت، والكارت مكونه من ايه؟ من كارت لاين، من لستة من الكارت لاين. كارت لاين طب واللستة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن برودكت وكمية. وعاملين بقى ايه؟ طب ما البرودكت ده بقى اللي هو البوك يعني. البوك ليه تفصيل والاخره بقى اللي هو الاول حاجة اتعملنا. قلت له ماشي كلام جميل كلام معقول. على الاندكس بس كده قلت له عايزين نقاد ايه؟ نقاد فيو بقى، عايزين نقاد فيو. حلو. هتسميه ايه؟ اندكس. قلت له هو نعم